آيفون، الهاتف الذكي جاسوساً. الجهاز الذي لا يفارق يد مالكه متهم بإفشاء أسراره. الاتهام موجه من أرفع الأجهزة الأمنية داخل روسيا. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أكد أنه كشف عن أعمال استخباراتية أمريكية للحصول على معلومات بشأن المواطنين الروس عن طريق هواتف آيفون. المؤسسة الأمنية اتهمت شركة أبل بالتواطؤ مع الاستخبارات الأمريكية من أجل التجسس على روسيا. ليس ذلك وحسب، بل تتبع أيضاً أجهزة المواطنين الروس العاملين في السفارات الأجنبية من مستخدمي آيفون، مشيرة إلى أن أبل تمنح الاستخبارات الأمريكية إمكانيات واسعة تسمح لها بمراقبة أي شخص بما في ذلك شركاء واشنطن. واتهمت المؤسسة الشركة بأنها لا تتبع سياسة الأمن والخصوصية التي تعلن عنها بشأن حماية البيانات. إعلان جهاز الأمن الفيدرالي أكدته الخارجية الروسية. الوزارة قالت في بيان لها إنها حذرت مراراً من عمليات التجسس الممارسة من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وأكدت أن أدلة كثيرة تثبت هذا الاتجاه، منتقدة ما وصفته بالمعايير الأمريكية المزدوجة.